خديجة حجوبي يعقوبي، رئيسة جمعية قافلة نور الصدقة للتنمية الاجتماعية. اليوم هذا اللقاء اللي هو اللقاء الجهوي الأول ديال داء السل اللي دارته جمعية قافلة النور مع الجمعية المغربية للتضامن أمسد والمديرية الجهوية ديال الصحة، وكذلك المندوبية الإقليمية ديال الصحة والحماية الاجتماعية، كذلك الفون مونديال. احنا كنشتغلوا في هذا البرنامج من 2011. الجمعية ديالنا بشراكة مع لامسيد والفون مونديال عندنا منسقة، عندنا لي زانيماتور لي زانيماتريس اللي كيشتغلوا في هذا البرنامج. عندنا 3 سيت، العدوى، بن دباب، النرجس، تنديروا لي غولونس المرضى المنقطعين عند الدواء كنرجعوهم ياخذوا الدواء ديالهم. كذلك كنديروا سنسيبيليزاسيون في سي دي تي ام ار، وهاد الحملات التحسيسيه اللي كنديروها بالنسبه للساكنه ديال مدينه فاس كناخذوا منهم لي سيجي كونتاكت، هما العائله ديال المريض او اللي قريب من المريض. الحمد لله النتائج جد مهمة عندنا من الأوائل في المغرب. الحمد لله كان واحد العمل جد. اليوم احنا ولامسيد تنتكلموا على لو ريزو ناسيونال ان شاء الله ديال لا تي بي اللي فيه جمعيات اللي هما في المغرب كامل ان شاء الله. كذلك احنا اليوم هضرنا على التمويل ديال هذا البرنامج، وكذلك هضرنا على الترافع، والترافع هو مهم جدا. يعني الجمعيات المجتمع المدني في الترافع هي مهمة ومهمة جدا بالنسبة لهذا البرنامج ديال الحد من هذا المرض اللي هو مرض داء السل، واللي هو يعني كاين وموجود، واللي السبب ديالو هو الفقر، الأحياء الهشة، قلة النظافة، كذلك السكن، الفقر كما قلنا، والمرضى تيتخلاو على الدواء ديالهم وما تيتبعوش، لأن بعد النوبات ما كتكونش التغذية عندهم متوازنة، كذلك تيطلبوا الدواء ديال المعدة. وحنا كجمعية كنحاولوا ما أمكن أننا نديروا المصاحبة الاجتماعية والمصاحبة يعني الصحية لهاد الناس، وكنتمناو التوفيق. شكرا. كنشكروا الصحافة اللي كيتبعوا دائما البرامج المهمة في المدينة ديالنا وفي الجهة ديالنا. كذلك كنشكر طاقم جمعية قافلة النور اللي هو جاد واللي هو موجود في الميدان. شكرا. سي محمد الولي علمي، منسق برامج الصحة بالجمعية المغربية للتضامن والتنمية. اليوم المؤسسة ديالتنا أمسد انضمت هذا اللقاء فيما يتعلق بالترافع الاستراتيجي الموجه لتقوية التمويلات الموجهة أو المخصصة لمكافأة داء السل، على اعتبار أن الأخذ بالوضع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها التمويلات الدولية، وطرح فكرة التمويل المحلي كبديل لهذه التمويلات. هذا اللقاء هذا جمع صناع القرار بمدينة فاس، مختلف الهيئات، وكذلك فعاليات المجتمع المدني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كانت هي مناسبة للنقاش والتحاور وأيضا تبادل الخبرات من أجل تفكير مجتمعين حول معضلات مكافحة داء السل، وكذلك إمكانية الترافع من أجل تحقيق الاستدامة المالية لهذا البرنامج. الحيوي بوشة منطقة كنتمل ولا جامع، كنسكن هنا في حي مبروكة في فاس. اش غادي نقول لك خويا، قبل هادشي، قبل ما نعرف جمعية نور، يعني عانيت بزاف مع المرض، عانيت بزاف. جوج ديال الاسباب، ماشي غير نذكروا غير الناحيه الماديه، ولكن الناحيه المعنويه كاين سوء، ما عندناش ثقافه طبيه، يعني باش تعرف راسك راك مريض يعني ربما زدت لك راسك.
تاجعت راك عارف حنا الناس ديال الباديه قال سير حجم سير كوي على بو صفير سير بالعاديه المسائل، ولكن هنا الفضل بصراحه كيرجع للزوجه ديالي كانت كتعامل مع ديك الساعه انا عندي غير احد الجمعيات احدى الجمعيات، واحد النهار يعني طرحت لي الفكره راه دوك الناس كيقولوك عارف كل خطره كتقول لك انا بيا اصطحبت واحد النهار مشيت مع هذه الجمعيه ومشيت مع هذه الجمعيه اش غادي نقول لك؟ يعني انا كنعتبر ذاك النهار تذكيره عوده، يعني ذاك النهار عطيتو عنوان تذكيره عوده لان خديت الشيء الكثير وكاننا عاد قرينا يعني تاع هذا وعاونونا بزاف عاونونا بزاف نفسانيا عالجونا احنا كان عندنا اش غنقول لك؟ كان عندنا بحال مرض ماشي مرض عقلي راه ولا بحال عقلي بنادم ما باغيش يبان بانه مريض ما قادش يعلن على انه مريض، راك عارف الفكره ديال الناس ديال الباديه كتمشي غير للبلاد كتبقى تخبع بحال اللي كتخبع، عندك يقولوا هو جا مريض عندك يقولوا هو جا مريض، حتى الحمد لله شوفي وصلنا اليوم خير دليل هو هذا الشيء ديال اليوم، احنا جلسنا في قاعه على مستوى هنا كيقول لك راك نقول هذه الفكره ولا جا ما عرفت الخير فين راه يعني انت مريض انت تشافيت احنا الحمد لله جلسنا مع ناس. السبب ديالك زعما في الشفاء؟ نعم شكون اللي كان السبب ديالك في الشفاء؟ اخويا بالدرجه الاولى جمعيه نور جمعيه نور للصدقه يعني اداو دور كبير ماشي غير الشفاء، شوف هما اداو دور للشفاء وحتى يعني حتى العائله الوسط العائلي اثروه كيفاش يتعامل معاك وكيفاش يعاملك. واش غادي نقول لك؟ اللي قلتو قليل والله العظيم يعني في حقهم اللي قلتو قليل باختصار الله يجازيهم يعني الله يجازيهم والله يعاونهم هذو راهم ناس وطنيين اداو خدمه كبيره واش غادي نقول لك نعيا نقول راه اداو خدمه كبيره والسلام عليكم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.